صباح هذا اليوم أول أيام الكبار، وهذا هو شوطنا العاشر. أذكر السادة المتابعين بأن أشواط الفترة الصباحية المقررة في هذا اليوم هي 17 شوطا، 13 شوط خاصة بسن وفئات الثنايا، وآخر 4 أشواط تقريبا من الشوط يمكن الشوط 14 هناك أشواط سودانيات. عموما وعلى كل حال، مقدمة الشوط الباز تعود ملكيتي لعبد الله بن ناصر آل حفيظ على المركز الأول. الباز يسيطر منذ انطلاقة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، والباز أيضا يتواجد على المركز الثاني. هنا باز آخر تعود ملكيتي لسعيد بن راشد بن سعيد بن راشد بن الأسود على المركز الثاني. دور المركز الثالث رجيف، تعود ملكية رجيف لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري على المركز الثالث. دور المركز الرابع، ومن يتقدم الشبل لعبد الله بن سيف بن سالم بن شوط الخيالي على المركز الرابع. المركز الخامس دعناه يا ابو حمد 32، نشوف المركز الرابع اللي يتقدم من الجانب الاخر، مغادر لسعيد بن راشد بن سالم آل سنيد على المركز الرابع في هذه اللحظة. المركز الخامس اللي يتدخل من الجانب الآخر كم رقمه؟ المركز الخامس يتقدم شاهين لمحمد بن جابر لصالح بن محمد بن جابر العاض. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، وشهد ميدان الشحانية في هذا اليوم انطلاقات سلسة وموفقة وفعاليات، وكذلك منافسات حامية الوطيس وتنظيم جيد يشار إليه بالبنان. كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني أبو عبد الله، شكرا على هذا التنظيم المميز. وشكر أيضا لنائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن الدكتور مبارك الشهواني، والشكر أيضا لمدير عام اللجنة المنظمة لسباقات الهجن السيد مبارك بن محمد بن باد النعيمي. شكرا أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على هذا التنظيم المميز. أيها الأعزاء، نعود إلى أحداث ومجريات هذا الشوط. ما زال الباز يصارع على المركز الأول منذ الانطلاق لعبد الله بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. الشبل على المركز الثاني وينافس الباز. تعود ملكيته لعبد الله بن سيف بن سالم بن شوط الخيالي. المركز الثالث المتقدم شاهين لصالح بن محمد بن جابر العاض يتقدم إلى المركز الثاني مباشرة. المركز الرابع اللي يتقدم، وهذا خطير، مغادر اللي بيغادر بعد قليل نواصل على هذا المنوال. سعيد بن راشد بن سالم بن سنيد المري على المركز الرابع، شعر بن حبيبه هذا اللي يتسلل الى المركز الثالث. المركز الخامس المتقدم رجيف اللي على الميدان خفيف، هذا هو رجيف لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير الذي طرأ مع 1500 متر الأخيرة. يا سلام، شوف التغيير من شاهين، شوفوه أعزائي المتابعين والحاضرين على أرضية الميدان. شاهين يتسلل مع شعار صالح بن محمد العاض اللي غير إلى مقدمة الشوط وانتقل نقلة ممتازة، ولكن سلالة الباز خطيرة اللي على المركز الثاني. الباز لعبد الله بن ناصر الحفيظ. المركز الثالث يتقدم تقدم ممتاز، مياس خطير. أول نداء لمياس، يصل مياس راشد بن ناصر بن دغام النعيمي، ومياس أيضا سجل حافل بالإنجازات مياس مع راشد بن ناصر بن دغام أحد الشباب المميزين وأيضا المبدعين. يا بوي، مرحبا بمنعوت. أول نداء لمنعوت ورصيدة أيضا حافل بالإنجازات، منعوت لحمد بن محمد الزعبي زميلنا المعلق، الله يوفقك الزعبي يا راعي بلبلة. هذا هو مالك بلبلة، من فازت معنا بشوط من أشواط الحقائق. هذا هو منعوت يتسلل إلى المركز الثالث، ومتابعة علي بن محمد
مشهد الزعبيلة أحد الشباب أيضا المميزين. المركز الخامس ينطلق فيه رجيف عبد العزيز بن محمد بن هادي المري. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، شاهين ما زال، صالح بن محمد بن جابر العاض وميوس مياس. أهالي روضة الشميم يطالبونك بالسلام يا راشد بن ناصر. بن دغام منعوت خطير بدوره، منعوت يا الزعبي على المركز الثالث، منعوت يتقدم، منعوت يتسلل، يرفع راية التهديد، ديروا بالكم من منعوت. ولكن شاهين على المركز الأول، والشعار العاض، شعار الزعبي قادم، الخطورة بانت من الزعبي، منعوت، شاهين، منعوت، مياس، وأيضا ارصد يا مخرجنا للوصول، ارصد الانطلاق من مياس آخر أيضا، والشعار علي بن راشد الخاطر، يتقدم شعار الخاطر على المركز الثالث، وشاهين على المركز الأول، شعار العاض، شعار الزعبي، والشعار أيضا الخاطر. الفوز لمن؟ ولكن العاض مشاهدين الأعزاء مع شاهين. طالب بن أيضا هنا مشاهدين صالح بن محمد بن جابر العاض، طار شاهين بالمركز الأول وبناموس الشوط تهانينا. والناموس المركز الثاني رجيف عبد العزيز بن محمد بن هادي المري. المركز الثالث وصل فيه مياس لراشد بن علي الخاطر. المركز الرابع منعوت لحمد بن محمد الزعبي. المركز الخامس وصل فيه مياس لراشد بن ناصر بن دغام النعيمي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. وشاهين بالفعل يحكم القبضة والسيطرة على ناموس الشوط وعلى المركز الأول. هذا هو شاهين توقيته الزمني. مخرجنا العزيز، إذن شاهين يصل قاطعا المسافة في 8 دقائق 7 ثواني، 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن محمد بن جابر العاض المري. تهانينا يا راعي شاهين اللي ما قصر أبدا في هذا الشوط، قدم عرض ومستوى ممتاز. المركز الثاني رجيف، وتوقيت رجيف توقيت الزمني 8 دقائق 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك رجيف عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري. المركز الثالث وصل مياس، توقيته 8 دقائق 8 ثواني 22 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مياس علي بن راشد بن محمد الخاطر.